في ناس كتير جدا بتاكل بطاطس محمره، في بياكلوها في البيت وفي بياكلوها في المطاعم، ولكن في المطاعم هل حد شاف الآلة بتاعة تقطيع البطاطس؟ هي دي بقى آلة تقطيع البطاطس، أو في طبعا آلات تانية مختلفة، ولكن دي سرعتها جبارة جدا زي ما أنت شايف. في كتير كان بيقول لك طب يعني في مطاعم بتعمل كميات ضخمة جدا من البطاطس، مين بقى اللي قاعد طول النهار عمال يقطع؟ آدي يا عم الطريقة، ممكن تعمل لك شوال وأنت قاعد، يعني في البيت الواحدة وهي بتقطع البطاطس تعمل لها كيلو ولا حاجة، تقعد ساعة تقشر وتقطع، إنما لو عندها واحدة زي دي تفطر وتغدي وتعشي البيت كله بطاطس، تستسهل الموضوع تقضيها كلها في البطاطس.